يا عم احمد. ايه يا معلم؟ كلب شو لاين؟ مش للبيع هو. لا هم كانوا قايلين لي ب10 تقريبا. ب10,000. هات رقم ابوك. 012 82 42 93 7. بيقولهم برضو سيبه هو راسم نفسه. يا عم انا اسف يا عم، زود من هناك. هو شغال. روح له من بعيد. اجي اجي ابوك شغاله على متى جيرمان 11 شهر ب 1800 جنيه شعرايه تحت تلا زيت. لا ما تقلبش الشعرايه، خليك زي ما كنت. انا برجعها وانا بعمل كده. حلو. بتقول 800 جنيه ده من الاخر خالص، ويا جروايه ب 1800 جنيه. طيب انت ايه؟ ما جوزتهاش ليه على اول؟ لسه ولا جوازك جوزتها. طب اديني رقم تليفونك. تليفون؟ قوله. 012 05 32 69 25 25. ذكر جيرمان في لف الدار حلوه. بيروح على عرقوب. لا 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 معلش. بتبيعه ولا بتجوزه؟ بتبيعه بقول لك. بتبيعه ولا بتجوزه؟ جواز؟ طب هات رقم تليفونه. ادي له رقم تليفونك. متى يا جرم؟ دي عندها قد ايه دي؟ سنة ونص. سنة ونص؟ خلفت قبل كده صح؟ لا؟ ده حلو ده. نقول عصب بس عصب. بس هنا طب عايز
بتبيعها؟ بتبيعها دي ولا مقعدها؟ بص لوحدها. انا اسف انا اسف. صاحبها مش موجود، اللي يعرف يحله ياخده. تعالى خدها خدها ببلاش لو حليت. انا اسف انا اسف. ده كرمالينو بكام هو؟ ب 2000 جنيه؟ عنده قد ايه الكلب ده؟ 6 شهور عايل لسه. ب 2000 جنيه مليان. يحمل جينات المليان. هات رقم تليفونك 011 74 78 47 51. الجرواية دي بتطلعوها بكام؟ بخمسة؟ ممكن اشوفها بعد اذنك. بسم الله ما شاء الله. دي ب 5000 جنيه ها؟ دي انتهى صح؟ انا خدت رقم تليفونه عشان ايه؟ جيرمان شغالة بالأمر. هو المشكلة لو نط هيجيب. قول له ده ده مش انت. بكام؟ بكام؟ بباريس. اديني رقم التليفون. طيب 011 43 43 10 6 ايه 16. عارف لو فلتت. مش للبيع. ابعد عنها شوية. اتعطى. ده انا برفع العصاية على اساس ايه تخاف؟ ما بتكشش. عايز اتعطى. بص مش عايزك تعب، مش هتبوظي اسنانك انت على حته خشبه. هتضربني بالخشبه ولا ايه؟ يخرب بيتك يخرب بيتك. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي.
قمر دي مش للبيع، دي للمتعة كده بنتفرج عليها، وان شاء الله حاجز من جراويها انا لنفسي بصراحة. ناديها الناحية التانية كده، عايز بس اجيب ظهرها. ان شاء الله. اللهم صل على النبي. هي عايزاني انا. مصلي هتصور ايه؟ دي مجنون. امسك اول ايه؟ دكر جولدن روايه 5 شهور. لا كل الارض عرقيب علامات حمراء. اشتغل بالقبض. تضحي بيه كلب جولد اللي فيها انا جايبها. لا يا حوز وده لا صوره لك عرضه لك عرضه لك عرضه فين هتنزله فين بقى؟ على يوتيوب دلوقتي. هروح صورها مع اخويا هناك. ماشي. بكام هي يا صديقي؟ ب 4000. هات رقم التليفون. 0000. ايه؟ 180 414. يبقى 0180 414. نتايا 5 شهور. برشح النوتي اللي لسه ما حضتش. دي سن مساخة لسه ما ظبطتش حالها. أكيد فيها كلام في السعر. كويس. دكر جيرمان. بتزور هنا. بتزور هنا وده اللي بيشتغل. عامل ايه يا حبيبي؟ بخير والله. اصحى اصحى اصحى. مغزى وحش. انت هتقول يعني هتقول. ايوه. ولا كلب حلو. شغال بكام ده ابو شهد؟ 7. صور الكلب بس. اديني رقم التليفون ابو شهر. 012 ايه؟ 05 18 50 73. اعمل حاجات ياما اهو. بكيف تطلعها بكام؟ تطلعها بكام؟ عايز فيها كام؟ انت عايز فيها كام؟ عايز فيها 1000 جنيه. 1000 جنيه. هات رقمك. رقمك. ب 1000 جنيه النتايه دي.
0 12 0 6 6 2 2 5 9 4 5 9 4 ملعوب ذكر جرم جراوي كمان حتة بكام عبد؟ حتة ب 650 جنيه دول مش ولاد الدكر ده تمام انما الدكر ده بيتباع لوحده ب 7000 جنيه جراوي هم 650 معهم النتال جريد دان دي برضو بتتباع ب 3000 تقريبا ب 2000 جنيه دي الرقم يا عم 012 3 2 3 1 8 1 8 1 9 9 4 اخونا عبد الرئيس عنده جراوي عنده كلاب عنده حمام ولا ذكر ولا انت يا الجولدن ده؟ دي انت عندها 7 شهور بدل 15 يوم وتطير. انت يا 7 شهور بكام؟ فيها كل حاجه تقع. كلبه نظيفه ما تقعش انا هنزل حمام هنا في الشارع ما تعملش حمام في البيت. نظيفه ما تعملش حمام في مكانها بكام برضه؟ دي عايز فيها 500 500 جنيه. هات رقمك. 012 2 7 4 6 4 8 6 5 تاتش ايوه انت اول ما عشان ما نزلتش دي قلت لهم عليهم قلت لهم عليهم لا تعرف تجن اللي خلفوه انت بتجن اللي خلفوه من دول تعالى كده عشان انا جاي هو عايزني انا ايه شغاله من عندك يا عم عشان يبص كده هات رقمك مش للبيع ده للجواز بس هات رقمك 012 75 87 6165 هو ده سنة ونص